من رأى ليس كمن سمع، شاهدنا العديد من المشاهدات خلال زيارتنا لمخيمات اللاجئين على الحدود السورية التركية. الحمد لله الكل يشهد لقطر بقيادة تميم المجد وحكومتها وشعبها على وقفتهم المخلصة مع القضية السورية. اليوم وبكرة عندنا حملة حق الشام تستهدف النازحين، تستهدف إعانة النازحين اللي انزحوا من بداية السنة إلى اليوم، وعددهم يقدر بأكثر من 1,000,000 نازح، وهو يعتبر أكبر رقم من عام 2011. وقفتنا معاهم واجب علينا.